مسلسل جود، مسلسل اجتماعي، تأليف علي الدوحان، اخراج منير الزعبي. مسلسل يتناول قضية اجتماعية مهمة سنستمتع فيها إن شاء الله في رمضان. شخصيتي جود الأخت الكبرى لثلاث شقيقات مع والدهم، يعيشون في منزل واحد. تحدث مفارقات كثيرة في هذا المنزل، سترونها إن شاء الله على الراي بإذن الله. يبدو أن أدوار الشر أصبحت لزيجة بهند البلوشي. شخصيتي في مسلسل جود راح تكون البنت الوسطانية تقريبا اللي تسوي مشاكل في العائلة، بس إن شاء الله ما بيأحرق الأحداث. شخصية شوية جديدة، يعني فيها شيء جديد، شر من نوع آخر، أنانية شوية، تحب نفسها وايد، تصير مشاكل في العائلة، تكسر البنات الأربعة. ما بيأحرق أكثر الأحداث، تابعونا على شاشة الراي مسلسل جود، وكل عام وانتم بخير. بالنسبة للشخصية أنا الأول مرة أقدمها، أتمنى إن شاء الله أني يعني أكون قد ثقة المخرج في مسلسل جود. أنا عامل دور مشعل، مشعل اللي هو ابن خالة البنات الحلوين اللي معانا في المسلسل. يمكن دور شوي مختلف يعني في تركيبته، في تقلباته داخل العمل، وإن شاء الله يكون على مستوى توقعاتكم. مسلسل اجتماعي، وجبة حلوة برمضان إن شاء الله ده مشاهدين تلفزيون الراي. العمل فيه نخبة حلوة من النجوم. الراي قمرنا هدى حسين، الراي قمرنا هند البلوشي، الراي قمرنا عبد المحسن النمر، والراي قمرنا منير الزعبي.